القرن الماضي وفي غمرة ذلك الجو الرومانسي العارم، نزل أرض لبنان في مواعيد متقاربة كل من الليدي أستر ستانهوب وألفونس دولامارتين وجيرار دونيرفال. سقانا الأمير أطيب المرطبات، وقبيل العشاء أديرت علينا الخمرة الذهبية النادرة، فاحتسوتها مع الأمير ورفاقه، ثم فارقنا صاحب الدار إلى مقصورة الحريم. جيرار دونيرفال. هل تخيلتم ليلة من ليالي الشرق الساحرة والخمرة تنساب دافقة براقة متلألئة سلسة مضمخة برائحة المسك؟ إنها خمرة الذهب نبيذ كسار، عطاء الطبيعة من دم العنقود، وقد باركته الآلهة قبل أن يعشقه البشر. إله الخمر باخوس الذي يقوم هيكله في الجوار في بعلبك، يروي العلاقة الموغلة في الزمن بين هذه الأرجاء والخمرة العتيقة والنبيذ الفاخر. تربة صلصالية كلسية ومناخ بلا تقلبات تذكر، تحت شمس متوسطية باهرة الضياء، ذلك هو تمايز خمرة كسارة وجودتها. في سفوح الجبال الشم وفي حضن البقاع الخضر أنشئ دير كسارة عام 1857 بهمة الآباء اليسوعيين نزلاء لبنان. الدير المشهور بخموره النادرة يفاخر أيضا بمرصده الفلكي، أول مرصد شيد في بلاد الأرز، فتعانقت هكذا في كسارة آلاء الطبيعة وعبقرية الإنسان. هنا في مهاد السهل الخصب الفسيح تتألق تحت الشمس وفي ملعب الريح على مدى الفصول كرمة نموذجية مساحتها 300 هكتار. تصطف العرائش متوازية ومعلقة على حبال معدنية ذات أعمدة وثقالات، وهو أمر لا يتم إلا بالجهد المتواصل والعناية الفائقة. أما غراس الكرمة فهي من السانسو والجرناش والكارينيون والميسكا والأوني بلان، إضافة إلى أصناف مؤصلة مثل كابيرني سوفينيون، سيميون، سوفينيون، سيرا، ميرلو، شاردوني وجامي. في جوار الدمانق تخفى العيوب، فبأغصان كرمة كفنوني، وبكرم بين الدوال ادفنوني، واغسلوني بالخمر صرفا سلافا، سلسبيلا صفوا زلالا حلالا. عمر الخيام. عندما يؤذن الصيف بالرحيل ويقترب أيلول، يتوافد جمع غفير من أبناء الريف لقطاف العنب في تلك المنادح المترامية تحت السماء الزرقاء. يعكفون على جني العناقيد الذهبية سكرية باللورية الناضجة. يفرغ العنب المشبع بالشمس والنور في السلال والصناديق لنقله سالما إلى البيدر. يختلف مصير العنب الأبيض عن مصير العنب الأحمر، فالعنب الأبيض يجتاز بسهولة المرحلة الأولية نحو المكبس الذي يستخلص عصيره. أما العنب الأحمر فمسألته أكثر تعقيدا، ذلك أن الآلة الفولاذية الماشطة تلتهمه عبر قمعها المحكم، فتجرد الحب من العملوش برفق وأناب وتعصره دون أن تسحق أي بثرة من بثوره. هكذا يصبح الرحيق جاهزا للتخمير الطويل في الآنية المخصصة لذلك. إنها مرحلة فائقة الدقة،
135 مستوعبا طليت بمادة وقائية من الصمغ النباتي، إنها مرحلة تحضير أساسية. تظهر على طول الجدار في موقع تلك المستوعبات لوحات عائدة إلى القرن الماضي تحمل أسماء الآباء اليسوعيين الذين صنعوها وأمنوا لها الشهرة والامتياز. وتحت هذه القبب الدهرية العين يقظة على استقرار درجة الحرارة المطلوبة. بعيدا عن السقوف الممسوكة بالدعائم وسطح القرميد الأحمر، تظهر طائفة أخرى من المستوعبات الفولاذية غير القابلة للصدأ والمعدة للتخمير. وسط ذلك ينشط الخبير المختص بحذق الفنان ودراية الحريف في رعاية عملية الاختمار المدهشة لإيصالها إلى غايتها المنشودة. التعامل مع الزجاجات والقوارير المتعددة الألوان والأحجام يكاد يكون ضربا من السحر، تخضع خلاله العينات لفحص دقيق وتحليل مخبري متواصل، وترافق ذلك طيلة مرحلة الاختمار مراقبة على أرفع مستوى من الدقة والأناد. الوقت أساسي في تحويل عصير العنب إلى خمر، وبعد أن يفعل فعله في إنضاج الخمرة وإبرازها بكامل رونقها ومذاقها، تنقل الراح إلى عزلة أكبر وأكثر مدى في سراديب التعتيق. واشرب سلافا كعين الديك صافية من كف ساقية كالريم حوراء صفراء ما تركت زرقاء إن مزجت تسمو بحظين من حسن ولألاء لها ذيول من العقيان تتبعها في الشرق والغرب في نور وظلماء. أبو نواس. هذه الأنفاق المظلمة الرطبة المحفورة في أحشاء الصخر هي سرداب متشعب بطول كيلومترين، يعبأ نبيذ كسارة في براميل من خشب السنديان، تودع في هذه الأقبية التي اكتشفها الرومان وذاعت شهرتها، وهي تحفظ حرارة تتراوح بين 11 و13 درجة، وتعتبر الحرارة المثالية لتعتيق الخمر. تقبع البراميل المحدودبة في صفوف منتظمة لا متناهية عبر النفق ومعارجه. وتظل الخمور في سبات عميق طيلة أعوام وعقود حتى تستيقظ من نومها الدهري في أوج الكمال والجودة والصفاء. ويبقى على الخبير المحترف أن يمتحن كل صنف بالشم والمذاق المرهف، ويدقق في مزايا طعمه وخصائصه، فيتحسس الفكه والسلس والحاد والمنعش والعنبري وما إلى ذلك من أصناف النبيذ المعتق. في هذه المباني التي جرى تحديثها وتأهيلها كليا، تعود الخمور لتجتاز مراحل أخرى قبل وصولها إلى المستهلك. تمر في قاعات خاصة بالمعالجة والتجميع، ثم تعبأ في القنان وتعنون وتؤرخ وتوضب. وتوضع أخيرا في صناديقها وعلبها الكرتونية وتصبح جاهزة للتصدير. هكذا تتجه خمور كسارة إلى أوروبا وأمريكا وكندا وسائر أنحاء العالم بعد أن تكون قد شرفت موائد لبنان ولبت الطلب المتزايد عليها في العالم العربي. هذه الخمور العائدة إلى أجود أنواع العنب والتي نشأت في أخصب أرض وأطيب مناخ هي عنوان الأصالة والنبل والحداثة، وطنها كسارة واسمها الكبير نبيذ لبنان.